السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا ملاح. معكم لوتوس كريا. اليوم جيت نوري لكم كيفاش غيرت شكل وسادتين قديمتين الى وساده جد رائعه. لهذا نخليكم تتبعوا معايا الخطوات. شكرا.
ندير جينا وساده جد رائعه، نحطوها في الكنابي ولا في غرفه النوم. فوالا حبيباتي، الى عجبتكم على فيديو ديروا لي ان بوس بلو، وإلا ما راكم ماشي ابوني ابوني في ماشين، ونقولكم على اون بروشان فيديو ان شاء الله.